أهلا بكم مشاهدينا في هذا العدد الجديد من برنامج مع الحدث. إذا مع دخول الحملة الانتخابية أسبوعها الثاني، المنافسة شريفة ومحتدمة بين المترشحين الثلاثة لرئاسيات 7 من شهر سبتمبر 2024. إذا برامج المترشحين ووعودهم وكذا التزاماتهم تحت مجهر المواطن، كنا قد تطرقنا في أعداد سابقة في تلك المتعلقة بالشق الاقتصادي، واليوم سنخوض مع ضيوفي الكرام الشق المتعلق بالجانب التربوي وكذا التعليم العالي ومجال الصحة. إذا لتحليل ونقاش ينضم إلي في الأستوديو سيد رضوان بوهيد الممثل عن المترشح الحر عبد المجيد تبون. أهلا بك وشكرا على قبول الدعوة. أهلا بك وأهلا بالضيوف وبكل مشاهدي قناة الحياة. وكذا ينضم إلي أيضا في الأستوديو السيد عزيبي مبروك ممثل مترشح جبهة القوى الاشتراكية. أهلا بك وشكرا على قبول الدعوة. أهلا بكم، أهلا بالضيوف وشكرا على الاستضافة. طيب وكذلك أيضا مشاهدينا ينضم إلي أبو بكر بن علية ممثل مترشح حركة مجتمع السلم حسني شريف. أهلا بك وشكرا على إثراء نقاشي معنا. أهلا بك أستاذة وأهلا بالمستمعين الكرام وضيوف الأفاضل، إن شاء الله تكون حصة مفيدة للجميع. طيب إذا مشاهدينا استسمح من ضيوفي الكرام، أبدأ معك سيد بوهيد. نتحدث عن الجانب التربوي، إذن قاطرة الإصلاحات فيما يتعلق بالمدرسة الجزائرية مستمرة في حال ما طبعا كان مترشح عبد المجيد تبون لعهدة رئاسية ثانية وفاز فيها. نتحدث أنه هذا المترشح ومن جانب أيضا برنامج المترشح، ماذا لديه فيما يتعلق بالمدرسة الجزائرية؟ هو الأكيد اليوم الشعب يعرف السيد عبد المجيد تبون كرئيس ويعرفه وعرفه من قبل في 2019 كمترشح حر كذلك، واليوم هو كمترشح حر لا يقدم وعود بقدر ما هو يقدم تعهدات والتزامات. طيب. مفروضة مثل ما تعهد في 2019 بتجسيد 54 تعهد سيواصل في الكثير منها، لأنه هناك تعهدات يجب المواصلة فيها، وحتى كلمة مواصلة نجدها في عدد من النقاط. لما نروح مثلا للمحور السادس من برنامج المترشح الحر عبد المجيد تبون، أعطى شق للتربية للتعليم العالي وربط معها طبعا التكوين المهني لأنه مهم ويرتبط، لأنه كل هذا تكوين، نبدأ بالأطوار الأولى ثم الطور العالي بعد الحصول على البكالوريا، وكاين اللي يختار ربما أو يضطر للذهاب إلى التكوين المهني. طبعا المدرسة الذكية هو مشروع سيواصل عبد المجيد تبون فيه قدر الإمكان حتى يتم تعميمه على كل المدارس. هذه نقطة أولى من حيث البرنامج المترشح الحر، بالإضافة إلى تخفيف المحفظة، لأنه عبد المجيد تبون لما كان رئيس وحتى قبلها يعني الاستماع مباشرة للمواطن، احنا شفناها من خلال حواراته الصحفية يتحدث على أمور تمس المواطن مباشرة، يتحدث حتى المواطن راح إلى شباك وكيف تعامل معه الموظف إلى آخره. إذن هو يروح مباشرة، هناك جمعيات لأولياء التلاميذ، هناك مطالب إلى آخره، وفي ديباجة البرنامج يتحدث على تجسيد لمطالب الشعب. إذن هناك مطالب بتخفيف المحفظة، وقد يبدو الأمر بسيط لكن أعتقد أنه لا خلاف أنه هناك حجم كبير للمحفظة بالنسبة للأطوار الأولى خاصة الابتدائي، وهو التزام اليوم بالعمل على تخفيف هذه المحفظة. طبعا لا يمكن أن نفصل أيضا، هناك نقاط أخرى ربما سنتحدث عنها أيضا، لكن لا يمكن أن نفصل هذا الشق، يعني شق المدرسة الجامعة التكوين المهني، عن شق آخر وهو موجود في المحور ما قبل السادس، يعني المحور الخامس من برنامج المترشح الحر عبد المجيد تبون، والذي يخص التحول الرقمي والتكنولوجي والاتصال. هذه الرقمنة يجب أن تعمم، وعبد المجيد تبون يلتزم بمواصلة تعميم الرقمنة في المؤسسات العمومية والتي من بينها المدرسة والجامعة وبقية القطاعات. طيب سنعود أيضا
للخوض في النقاط الأخرى المتبقية. أتوجه إليك سيد عزيبي، طبعا كنا قد تحدثنا من جانب المترشح الحر عبد المجيد تبون فيما يخص المدرسة الذكية، تخفيف المحفظة، وهناك أيضا العديد من يعني الوعود أو الالتزامات أيضا كما كان قد أشار سيد رضوان فيما يخص الجانب التربوي. ما الذي يقترحه البرنامج طيب برنامج رؤية بالنسبة للمجال التربوي؟ أولا قبل التطرق إلى أهم المحاور، وهي محاور جد رئيسية ولا هي قطاع التربية، يجب الإشارة إلى أن المدرسة الجزائرية وللأسف الشديد على مدار سنين مستها إصلاحات كثيرة، وأصبحنا اليوم نرى أن المدرسة الجزائرية لم تعد تنتج أو لم تعد تلعب هذاك الدور الفعال أولا في التربية والتعليم. لماذا؟ أهم ما يميز هذه المرحلة أولا هي التسرب المدرسي، فلا يخفى على أحد أن ككل عام أكثر من 500,000 متسرب مدرسي. هذا الرقم رقم جد مخيف، والأن تساءل 500,000 كل عام أين يذهب؟ فما مجاله في سوق التعليم أو سوق العمل؟ ذلك ما أيضا شيء آخر ميز المدرسة الجزائرية هو العنف المدرسي، فالعنف المدرسي للأسف الشديد أصبح من يوميات التلميذ أو الأسرة التعليمية. كما أيضا النقطة الثالثة التي تميز هذه هي التلاميذ، توجيه التلاميذ من غير ميولاتهم. نعلم أن التوجيه المدرسي يبدأ من الإكمالي والابتدائي عفوا إلى الثانوي، فهناك آلاف من التلاميذ يشتكون من عدم توجيههم إلى التخصصات التي وفق ميولهم. هذه ثلاث نقاط رئيسية نرى في حزب الأفافاس وعبر مترشحنا يوسف أوشيش أنها نقاط يجب طيب العمل عليها. صحيح، يعني لما نتحدث عن هذه النقاط اسمح لي فقط أن أقاطعك، نحن نتحدث عن التسرب المدرسي، العنف المدرسي، ربما نتحدث عن هذه النقاط لكن نتحدث أيضا عن الحلول، يعني نقدم أجل فقط يعني أجل وعود، ولكن 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 قبل التطرق للحلول لا يجب تشخيص الواقع. صحيح، تشخيص الواقع. التعليم المدرسي ليس فقط رقمنا ولا شيء آخر، ولكن التعليم المدرسي هناك شوائب داخل المنظومة التربوية يجب الحديث عنها ويجب الإشارة إليها. والنقطة الأولى التي نرى يجب تحسينها هي مراجعة المناهج المدرسية. اليوم الطفل التلميذ لا يقدر على حمل المحفظة لكثرة المناهج واكتظاظ، وأصبح التلميذ أو الطفل لا يستمتع بطفولته، أصبح التلميذ مجرد روبو داخل المدرسة. وذلك لماذا؟ كلنا آباء وكلنا نعرف معاناة الآباء والأولياء مع تلاميذهم في الابتدائية من خلال المراجعة ومن خارج التقييمات والفروض اليومية. لذلك نرى النقطة الأولى يجب تقييم، إعادة تقييم وخفض من المناهج المدرسية، وذلك وأيضا كيفية تقييم لابروش بار كومبيتونس، كيفاش يقولوا باللغة العربية، المقاربة بالكفاءات. هذه أصبحنا اليوم التلميذ هي أداة نقيمه، التقييم هي مجرد أداة للتقييم، وهذا لا يخدم التنمية النفسية والاجتماعية للتلميذ. والنقطة الثانية يجب تعزيز العمل الفرق التعليمية. كيف ذلك تعزيز الفرق التعليمية؟ نرى يجب خلق داخل المدارس الجزائرية فرق تعليمية تعمل على متابعة وتطوير قدرات التلميذ. بالإضافة أيضا الوقاية، كيف تطرقنا إلى الوقاية من التسرب المدرسي، وذلك من خلال تطبيق تدابير وقائية، وذلك بالدعم الاجتماعي النفسي والتعليمي تعزيزه. الكل يعلم أنه في المؤسسات التعليمية يوجد ما يسمى بنقاط الوقاية، نقاط الوقاية والنفسية والصحية، ولكن غير متواجدة في جميع المدارس، موجودة في على مستوى مقاطعات. يجب تنميتها وتفعيل دورها، وذلك لتساهم على الوقاية من التسرب المدرسي.
كما والنقطة الثالثة التي أشرنا فيها هي الميولات، توجيه التلاميذ حسب قدراتهم، وذلك يجب إبرام اتفاقيات ما بين وزارة التربية والتكوين المهني لتقييم قدرات التلميذ وتوجيهه وفق قدراته وميولاته. بار اكزومبل كاين مثال تلميذ غير قادر في غير متمكن في شعب الآداب، ولكن ماذا يحصل في المدرسة الجزائرية؟ الذي عنده معدل صغير يوجه مباشرة إلى الآداب واللغات العربية فرع اللغات. ونحن في الأفافاس نرى أنه يجب تقييم شامل لقدرات التلميذ وتوجيهه وفق قدراته وميولاته. صحيح. فيما يخص فقط دعني أن أعاقب على التوجيه، يعني اليوم الجامعة سواء الجامعة الجزائرية أو حتى الثانويات يعني تشهد نهضة في هذا المجال، في مجال يعني إعادة توجيه التلاميذ حسب قدراتهم. لاحظنا هذه السنة كان في، إذا كنت قد توافقني الرأي سيد بوهيدر، كان في منصات إلكترونية من أجل دراسة قدرات التلميذ وتوجيههم للشعب التي يعني تتماشى مع قدراتهم الدراسية. لكن للأسف يا أستاذ اسمح لي انقطعك، طيب هذا يدخل في قطاع التعليم العالي. للأسف نحن الآن نكون في الجامعة الجزائرية ليس حسب الطلب، نكون حسب عدد المناصب الممنوحة لكل جامعة حسب المقاعد البيداغوجية، من بينها ولكن لا يمكن، لو سمحت ولو سمحت اسمح لي نكمل، هو متكلم أكثر مني يعني نقدر نأخذ 10 ثواني ولا سأعود إليك. طيب ولكن اسمح لي فقط سأعود إليك، أنا كنت فقط أريد أن أشير على هذه النقطة. سنعود، لدينا متسع من الوقت، سنعود لمناقشة هذه النقطة كي لا نترك السيد أبو بكر بن علي خالي الوفاض. تفضل السيد أبو بكر، نتحدث اليوم عن برنامج فرصة وما يقدمه في مجال التربية والتعليم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السادة المشاهدين تحية طيبة، زملائي كذلك تحية طيبة، الضيفين. أنا نقول أن المدرسة الجزائرية في هذه المرحلة خاصة بعد العشرية أصبحت حقل تجارب، وانطلق برنامج فرصة من هذه النقطة بالذات، لأن إذا أردنا أن نخلق مجتمع وأن نخلق تنمية، وهذا التنمية وهذا المجتمع لا يكون إلا بفضل التعليم، وما أدرك ما التعليم. وعندما نقيس كثير من الدول على المستوى العالمي، وخاصة الدول التي شهدت يعني اضطرابات مثلنا، سنغافورة، تركيا، كثير، فنزويلا، كثير من الدول القريبة والتي تشبهنا في كثير من يعني الظروف الاجتماعية اللي مرت بها الجزائر، استطاعت تحقق النهضة بفضل التعليم. معنا إذا أردنا أن نخلق نهضة في كل المجالات علينا أن نهتم بالتعليم، لأن التعليم هو كل شيء. إذا فرأينا أن المنظومة التربوية، لا نقول أن المنظومة التربية فقط تخريج أستاذ وتخريج معلم وتخريج طبيب وتخريج، هذه المنظومة أصبحت الآن خالية من الأساس تاعها، وهي المنظومة الأخلاقية. للأسف عندما ونشوف الآن المنظومة ماذا تخرج، تخرج أستاذ ويغش، تخرج طبيب ولا يقوم بمهامه، تخرج سياسي ويكذب على الشعب، تخرج كذا، تخرج إعلاميين وغير صادقين وغير لا يقومون بالحقيقة ويعطوا الحقيقة للمواطن. هذا المنظومة اللا أخلاقية وجسدناها، احنا رأيناها في هذا الموضوع، لا نقول لا نعمم كله، لكن كثرة في الجزائر هذه المطبات. رأينا هذه المنظومة التي يشوبها كثير من المشاكل. المشكل مش فقط نقول احنا في الاقتدار، والمشكل في المنهج، المشكل في البرنامج، المشكل في الحجم الساعي، المشكل في المنظومة الأخلاقية، المشكل كذلك أننا التلميذ أصبح في بعض الأحيان لا يستطيع أن يتلقى من المعلم ومن الأستاذ، لأن أصبح بالنسبة له ذلك الأستاذ وذلك المعلم عبارة عن آلة. احنا بكري كنا نتعلم من الأستاذ والمعلم الأخلاق، التربية، نتعلم منه أشياء كثيرة، حب الوطن، حب العمل، أشياء كثيرة كنا نتعلم، لكن اليوم أصبح الدور أضحى يقتصر على تقديم الدروس وتقديم الدروس. وبالتالي في البرنامج بتاعنا رأينا أن ضرورة إعادة
شاملة للمنظومة التربوية في الجزائر وتكون بعمق وتكون بشفافية وتكون بصراحة وبإشراك الجميع. أنا نقول لك مثلا في برنامجنا تفعيل المجلس الوطني للمناهج موجود هذا الله. موجود هذا ولكن هناك كوادر أعطوا رؤية نموذجية وكانت كما نقولوا مزيج بين التجارب الجزائرية لأن عندنا تجارب الحمد لله احنا أبناء الجيل الاستقلال الأول السبعينات والثمانينات والأساتذة يكون يشاطون الرأي والحمد لله هناك كفاءات كبيرة وحتى كنا في الخارج كما قلت التجربة بين كفاءات في الداخل وكذلك بعض التجارب في الخارج ومن بين تفعيل المجلس الوطني للمناهج كذلك وبعث المجلس الأعلى للتربية علاه لان احنا كل درك نشوفوا المجلس الاعلى الاسلامي المجلس الاعلى للشباب المجلس الاعلى للمجتمع المدني لما لا يكون كذلك المجلس الاعلى للتربيه ويكون فيه خبراء ويكون فيها يعني الحقيقه زبده الزبده من الجزائريين المفكرين في هذا اللون وبالتالي نحن في المجال التربوي وجدنا ان المدرسه التربويه في العشريه الاخيره قد انتجت علما بلا روح و أنتجت كذلك شهادات بدون عمل علينا أن كما قلنا أن نرجع القطار للسكة وأن ننتج تلك المنظومة التي تعطينا كما نقول شهادات ويجب أن يكون عليهم مناصب عمل وكذلك تعطينا كما نقول قدرات علمية ذات أخلاق لكي تنفع المجتمع كذلك عدم الاستقرار للأسف ما شفناش استقرار احنا كون قدرنا تجربه من بن غبريط البنزاغو الكل كاين خطره اصلاح لو كان استقرار على الاقل استقرار 10 سنوات 5 سنوات على الاقل مده 5 سنوات نقيم لعل استقرار مش مربوط باشخاص راك شخصا انا شخصا فقط لان هذه المناهج سميت باسمائهم وما خرج باسماء في الاعلام والفيسبوك حتى في رئاستهم للمنظومه التربويه ومش في الفيسبوك ومعروفين كي نقولوا بن غبريط كاين مشروع اصلاح بن غبريط وكي نقولوا مشروع اصلاح بن زاغو لا وانا قلت هذا يجب لا نكذب ولا نتكلم بالضمير كما نقولوا الغائب للمجتمع هذه حقيقة وغدوة كيكون بن علي أبو بكر يدير الآخر يذكر في إصلاح بن علي أبو بكر أو الأستاذ رضوان هكذا الحقيقة لأن هذه المناهج لم حتى إحنا حتى نقولوا فيها عيب هذه المناهج لكن هذه المناهج لم أكيد فيها نقائص إحنا ما نقولوش باللي هذه ليس فيها فقط ليس لها فيها شيء جميل فيها أشياء كثيرة من الطيبة لكن عدم الاستقرار هذا كان السبب الأول والرئيسي في عدم دراسة أي تجربة ناجحة من التجارب التي كانت فيها إصلاح للمنظومة التربية لكن يقولوا أن التجربة كاين اللي يقولوا يمكن بعض الجمهور يقول لك وهم يسبوا مثلا في بعض الإصلاحات أنا لا أنظر لذلك الكلام لأن إذا استقرينا على منظومة ومشينا لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات وشفنا الرؤية تاعها نقدر ندير إصلاح داخلي في وسطها إذا هذا المنظومة دارت عامين ثلاثة وجاء إصلاح واحد أخر أستاذ أبو بكر على تجارب أجنبية ولا نحن تجاربنا تجارب الجزائر احنا نشوفوا تجارب الجزائر حتى في المحفظة رانا كل خطأ احنا مش نقصوا في الوزن سمع احنا نقولوا هنا أصبحنا للأسف في الجزائر نتكلم على العلم نريد أن نعمل ننقص في وزن المحفظة هذا كلام يعني لا يليق بأصحاب العلم ولا يليق بالدول التي تريد تطوير العلم احنا من المفروض دلالة فقط عن أشياء أخرى سيد أبو بكر نقول أننا نطور سيد أبو بكر أن نجعل بديل للمحفظة هكذا أما هو أراد ربما أن يعطي مثال وليس للحصر طبعا فقط أريد أن أذكركم ضيوفي الكرام المجال مفتوح أمامكم للتعقيب على فكرة أي شخص يعني لا توجد مشكلة أعود إليك سيد بوهيدل توقفنا عند تخفيف المحفظة وكان في تعقيب من الضيفين الكريمين فيما يخص هذا نستكمل وإياكم طيب فيما يتعلق بالمجال التربوي الوعود وكما كنت قد أسميتها الالتزامات التي يتعهد بها المترشح الحر عبد المجيد هي التزامات وفي مجال التربية هي أيضا إصلاحات وهذا جاء في البرنامج في أحد النقاط يتحدث السيد عبد المجيد تبون المترشح الحر عن تطوير ومواصلة وتطوير المنظومة التربوية وذلك من حيث ماذا؟
ويوصلوا في نفس الجملة من حيث المناهج. إذن هناك اتفاق أنه هذا المناهج يجب إعادة النظر فيها، تطويرها بما يتماشى مع الطور الأول، الطور الثاني، الطور الثالث، وهذا اللي ينعكس لاحقا على تخفيف المحفظة. احنا ما نتحدث أنه المحفظة اليوم ولا كتاب مدرسي فيه 50 صفحة ولا 100 صفحة نرجع 10 صفحات، هذا هو التخفيف المضمون. لذلك اليوم في برنامج المترشح الحر عبد المجيد التبون يربط كل هذا مع الخصوصية الجزائرية، هذا أهم شيء، وتحديدا الهوية، وهذا مكتوب حرفيا في البرنامج. الهوية، لا يجب أن ننسى مسألة الهوية الجزائرية ضمن هذه البرامج. دائما نحكي على الجزائر، على الثورة، على كل معالم إلى آخره. هذه الهوية لا يجب أن تخرج من لأنه اسمها وزارة التربية الوطنية. رانا نربيه والنشء الجديد بالنسبة لنا المدرسة هي اللبنة الأولى للفرد الجزائري، وليست مجرد تعليم في التربية المدنية ولا في التربية الإسلامية إلى آخره، لأن هذا الأمور الطفل يعرفها حتى من خلال التطوير، أيضا من خلال خرجات ما يسمى بالخرجات البيداغوجية أيضا. هذا شيء أيضا ضروري، حتى لأنه زميلي من يعني ممثل حزب جبهة الثورة الاشتراكية السيد أوشيش يعني تحدث قال ما هيش رقمنا فقط، الرقمنا اليوم أصبحت ضرورية، أكيد أصبحت ضرورية وليست اختيارية. نحن ليس أمام خيارات أخرى ما عدا رقمنة كل شيء حتى يتم تسهيل. اليوم الطفل باش راه يراجع، راه يراجع بالطابلات وبدروس اليوتيوب، وراه يراجع مهما كانت التفاوت في الإمكانيات بالنسبة للمواطن الجزائري، لكن الجميع راه يروح لهذ الأمور التقنية والرقمنة والأمور عفوا التكنولوجية والرقم. للأسف لا يمكن فصل المدرسة الجزائرية عن الوضع الاجتماعي، أكيد أكيد مفروغ منه، عن البيئة الاجتماعية أكيد ما نقدروش نفصلوه. أكيد اليوم باش نهضروا هضرنا على لا طابلات هذه فري شفت التجربة، وأنا كنت في لجنة التربية نعرف واش صرا، وهذه لا طابلات ليستوار تاع لا طابلات. أنا مديت مثال فقط، مثال على أداة تقنية، أداة تقنية كمبيوتر، تلفزيون، يعني كل واحد الإمكانية اللي قدر يوصل. وأيضا البنية التحتية اللي يجب أن نرى بعض مدارسنا، صح، خاصة المدارس الابتدائية. ولذلك اسمح لي على قطعتني معليش ندخلك لا نكملك في نفس الإطار. ولذلك نقطة أخرى من برنامج مترشح الحر عبد المجيد تبون، قام بسحب إدارة المدارس من الجماعات المحلية ونقلها إلى وزارة التربية الوطنية، وأعتقد أنه هذا سيكون كفيل برفع الكثير من العوائق الإدارية، لأنه هنا بلدية معينة وتكون مسيسة، وهي نقطة أخرى من برنامج عبد المجيد تبون، أنه فصل المدرسة وإبعادها تماما عن السياسة والسياسة إلى آخره، لأنه بلدية قد يكون رئيس البلدية أفافاس ولا أفلان ولا أي حزب آخر، وتعطي له تسيير مدرسة. سيد بوهيد، أعتقد بوهيد أنه الحل سيد بوهيد، دعنا فقط اسمح لنا فقط أن نشرك معنا سيد أبو بكر. نعم، في نفس الموضوع في كان طلقة من التسييس. أنا أقول أكبر مشكل هو هذا البعبع الكبير اللي تكلم عليه وكل يعني كثير من للأسف يعني من السياسيين في الجزائر أنا يتكلمون عن التسييس. على نشوف التسييس المدرسة مع التسييس المدرسة، التسييس المجتمع المدني، التسييس الجمعيات، التسييس. احنا الان رانا نشوفوه واقع، صدقوني احنا برك نكونوا صراحة مع انفسنا، اول انسان يكون صريح مع نفسه ويكون صريح مع هذا الشعب، لان الشعب هذا الشعب الجزائري كون تقول له الحقيقة تقدر تدي له واش كاين في جيبه، تكذب عليه من عندك وين حل الحقيقة. الحقيقة لا نكمل برك هذه النقطة مهمة جدا، لان نقطة فقط يكمل الفكرة. لا مش مغالطات، والله واقع. لا نتكلم عن المغالطات، هل احنا نتكلم عن ابعاد المنظومة التربوية على السياسة وابعاد المجتمع المدني على السياسه وابعاد يعني الهياكل اللي دارتها الدوله اللي يعتبروا هو ملك لكل الجزائريين. احنا للاسف الان مثلا في حمله، وانا احترامي للجميع، دعم من شئت وتكلم عن من شئت واتبع من شئت،
ما ليس ذلك يعني فيه اختلاف ما بيننا، لأن تعتبر سياسة والإنسان حر في أين إلى أين ينتمي. لكن أن تسخر كثير من الهياكل اللي نحن ليك تكلموا على بعض الأشخاص، هم أشخاص مواطن من حقه هو شوف هذا على مش هذا، لأن كثير من الجمعيات لو ظلمت وكما نقول ونزع منها حتى اعتماداتها لانتمائها لبعض الاحزاب. انا مش حاب نرجع للوراء، الحمد لله ان شاء الله نتمنى انا في الجزائر المنشوده وهناك الجزائر الجديده راه بكل كيف كيف المنشوده والجديده ان شاء الله اللي نتكلموا عليه وتكلم عليها المترشح عبد العالي حسن هي شريف المرشح. احنا لا نريد نرجع للوراء، لكن هذه الممارسات مازالت موجوده. كي نتكلم احنا على ابعاد انا نقول انا رئيس البلديه بكر، اي ممارسات فقط لكي نشير اليها، اي ممارسات انت قلتها؟ انا نتكلم على ممارسات الان. شوف انا المجتمع المدني وجمعيات تدعم باشخاصها وكما نقولوا باسمائها الحقيقيه، ونحن كلنا وانا في البرلمان واشدت بكثير من المجالس التي خلقت الان في هذا الفتره جزء من المجتمع. لا 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 خليك تكلم، لكن اذا تهضر على المؤسسات الاستشاريه اعتقد انك غلط. اذا تهضر على المرصد او المجلس الاعلى للمجتمع للشباب كمرصد المراه يا استاذ شوف اشخاص مواطن من حقه ولازم يروح يوم 7 سبتمبر حتى يدلي بصوته. شوف هل يعقل ان مكتب نتاع منظمة أو مجلس كله مستقلة مهما يكون لا مستقلة لا يهم، لكن لا يهم. أن يكون تابع يكون تابع للدولة. أنا ولكن نرجع للسياق التربية، نبقى دائما نتحدث عن المدرسة الجزائرية كي لا نخرج عن السياق. نرجع للمدرسة الجزائرية في دقيقة المدرسة الجزائرية أنا نظن أننا احنا تكلمنا عن المدرسة فقط ولا لم نتكلم عن التعليم العالي، وهذا في جزء راجعين نحن للتعليم العالي. ف نقول المدرسة الأساسية حتى المشكل مثلا احنا نتكلم على الاستقرار، وانا نرجع ديما للاستقرار لان الاستقرار في كل شيء. احنا الجزائر الان نقولوا دخلنا الانتخابات ودخلنا لهذا المعترك من بين الاهداف تاعنا هو استقرار، من نحافظ على استقرار الجزائر صح واستقرار الديمقراطية في الجزائر وتطويرها، كذلك استقرار المنظومة التربوية. هل يعقل ان مثلا عندي انا إشارة بسيطة فقط في استقرار الهيكل التربوي، هل يعقل الآن عندنا فتحت المنصة صحيح وكانت ترقمنا وكلنا باركنا هذه المنصة وهذا الإنجاز وقلنا فيه الشيء الجميل، لكن مؤسف أن الأساتذة والآن اللي راهم في المنظومة التربية في التربية الآن التربية البدنية والإنجليزية اللغات اللي تكلم عليها الرئيس سابقا فيما يخص إدخالها للطور الابتدائي، وهذا الشيء جميل ونباركه ونحن نبدا من هنا ونستمر في من خلال ان شاء الله اذا فاز مرشحنا. فنقول هل يعقل ان هؤلاء الاساتذه جزاؤهم بعد سنه من الكد والتعب جزاؤهم ان تصدر تعليمه من وزاره التربيه او من الوزاره الاولى من اي شيء، لان الى حد الان المديريات لا يعرفون من قال لهم لا تصب رواتب تتحدث على لا لا لا, لا, لا مش هيئات مش تنفيذيه ولا لا 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 لأن شوف هذا المترشح الحر هو الذي يرأس نحن في حكومة. هل احنا الآن نظام رئاسي ولا نظام برلماني بشكل مختصر فقط؟ لا نظام رئاسي الدستور يا أستاذ أنا أعلم وأنت تعلم والجميع يعلم والأستاذ تعلم أن هؤلاء الوزارة بما فيهم الوزير الأول عينه المترشح الحر الاخ كما سمى نعم في هذه المنظومه، لان انت الان بديت انت بدات تتكلم معي اننا الجزائريين قد راوا ليس وعود راوا الانجازات، هذه هي الانجازات تتكلم عليها انا وعلينا كنا قد بنا، لان يمكن انا هذا الذي نقول لك انت لا يتكرر هذه الاحصاء فقط نتوقف عند فاصل ونستكمل بعد. هناك ورشات مفتوحه وهناك اصلاحات انا ما كملتش سنواصل هل جزء نحن راجعين سأعطي نتوقف فقط عند فاصل اعلاني ونكمل وقت نقطه فقط لان هذا جزاؤهم بعد 11 شهر من العمل أن يحرموا من راتب شهر أوت وهم الآن في اتصالات. هل هذا المعلم وهذا الأستاذ اللي أكرمه الرئيس بقانون خاص وهو مشكور على ذلك يحرم من راتب شهري تاع عطلته الصيفية؟
هل هذا معقول في منظومة إصلاح؟ كينا نأخذ جزئيات فقط لها أساسيات في استقرار. إذا أردنا استقرار المنظومة التربوية علينا أن يكون استقرار في الكادر التربوي. عند البرامج سأبدأ معك بعد الفاصل. لا تقلق. إذن مشاهدينا فقط نتوقف الآن عند فاصل إعلاني ونستكمل بعدها النقاش. عدنا إليكم من جديد مشاهدينا. إذن لكل من التحق بنا اللحظة، برنامج مع الحدث اليوم للحديث عن الحملة الانتخابية في يومها 10 وبرامج المترشحين 3 الذين يخوضون غمار رئاسية 7 من شهر سبتمبر فيما يتعلق بالتعليم والتربية وكذا مجال الصحة. أرحب بضيوفي من جديد وأعود إليك سيد عزيبي مبروك، ممثل مترشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش. توقفنا من قبل عند نقطة مهمة بالمدرسة الجزائرية والجانب التربوي، نتحدث فقط بشكل مختصر كي ننتقل إلى التعليم العالي. بشكل مختصر الأخ تحدث على إصلاحات وأنا عقبت قلت لا يمكن فصل المدرسة عن المجتمع وعن الحياة الاجتماعية لأي شخص. واليوم التحدي الكبير أيضا هو البنية التحتية، ولا يخفى على أحد أن المدارس الابتدائية صحيح التي تسير من طرف الجماعات المحلية البلديات أصبحت اليوم البلديات غير قادرة على تلبية هذه مستلزمات اليومية، من حيث الإطعام المدرسي، من حيث التكفل. أغلب المدارس خاصة الابتدائية هي مدارس قديمة، لازم تهيئة، لازم إعادة التهيئة. واليوم أصبحنا التلميذ في وقت نتحدث عن الرقمنة عن لطابلات، هناك مدارس ابتدائية غير مهيئة أصلا لاستقبال التلاميذ، ما زال هناك قطرات الماء تسقط فوق رئاسهم. هناك مدارس ابتدائية اليوم بدون غاز، وأنا أعلم ما أقول. هناك مدارس ابتدائية غير مربوطة بالماء. اليوم في الجزائر 2024 نرى نحن في حزب الأفافاس وفي من خلال برنامج رؤية، أول الشيء هو تدعيم هذه البنية التحتية. مثال آخر فيما يخص الإكماليات والثانويات، سؤال بسيط، كم ميزانية تخصص لتسيير هذه المدارس لهذه الثانويات؟ هناك إكماليات يعطيهم 40 مليون سنتيم في العام. 40 مليون سنتيم ما تكفيش صابون وصابون وليديتيرجون، ما تكفيش، خاصة هذا الرجوع بعد سياسة التقشف التي مارستها سياسة سابقة من 2014. هل هناك يعني ربما رؤية فيما يخص هناك رؤية هذا أن المكان تحت وصاية، يعني نسميها وصاية للبلديات، لا نظر على الإكماليات والثانويات. الإكماليات والثانويات من بكري راهم تابعين لوزارة التربية. أكثر على الطور الأول، نهضر ثاني على الطور الثاني والثالث. اليوم لازم تدعم هذه المنطقة. الطور الثانوي المتوسط أسوأ في كثير من الابتدائي. وعلاش؟ برسك الميزانية المخصصة للتهيئة بار اكزومبل في اغلب مديريات التربية للاشغال التهيئة بار اكزومبل لتنشيطي ربط الماء والغاز، هي ميزانية قليلة لا تكفي الطالب. وبرنامج رؤية سيتخصص في الرفع من هذه الميزانية هي كي نصل مباشرة عند استقلالية المدارس، رفع من الميزانية واذا اعادة البنية التحتية. استقلالية للمدارس، طيب. استقلال من خلال الميزانية يعطيهم ميزانية خاصة لتسير هذا المدارس. استقلالية هذه، استقلالية أنه يكون عندك مدخول خاص، يكون عندك أن بيجي سبيسيال بور سواني لي بروبليم المشاكل بار اكزومبل لي طونشيتي. صحيح، كي لا نبقى دائما في مجال المدرسة الجزائرية. تحدثنا عن الأطوار الثلاثة فيما يخص كل مترشح، يعني على الرغم من ضيق الوقت يعني نحاول جاهدين أن نخوض في هذه التفاصيل. أعود إليك سيد بوبكر، اليوم التعليم العالي هو أيضا نقطة جد مهمة، والجامعة الجزائرية أيضا تلعب دور كبير فيما يخص وأن الاقتصاد الوطني وإدماجها بمختلف المجالات الأخرى. ما الذي يقترحه المترشح عبد العالي حسني في هذه النقطة؟
في هذا النقطة بالذات احنا عندما نتكلم عن التعليم العالي حقيقة أن هناك قفزة نوعية فيما يخص التعليم العالي، خاصة في بناء الجامعات، وأصبحت الحمد لله الجامعات، احنا لازم نقر بذلك لأن أي برنامج عليه أن يستند بالبرامج التي سبقته حتى يستطيع أن يطور ويحسن. فهناك نقلة نوعية فيما يخص كما الهياكل خاصة البيداغوجية على مستوى كل ولايات القطر الوطني، وهذا الشيء يعني نثمنه ويصبح هو حجر الأساس إن شاء الله في برنامج عبد العالي حسني فرصة. نقول أن في البرنامج احنا أردنا أن تكون تلك الجامعة التي كوادرها تستطيع أن تكون تضيف لمسة في الجانب التنموي، في الجانب الاقتصادي، في الجانب الابتكاري، وهذا الشيء ركزنا عليه. وإحنا خلق ورشة فيما يخص فتح ورشة لإصلاح التعليم العالي وفي كل يعني مناحيه، سواء الصحي وكذلك فيما يخص التعليم العالي الكوادر الجامعية، من أجل خلق الجامعة تخلق لنا كادر كما قلت الذي يفكر خارج الوظيفة، وهذا الشيء اللي البرنامج راح يتركز عليه، وهو فتح ورشة خلق الجامعة المنتجة. هذا من بين المرتكزات، جامعة منتجة وليس جامعة فقط يتخرج منها كل سنة آلاف منتجة، يعني دمجها بالاقتصاد الوطني. بالطبع دمجها بالاقتصاد الوطني، تصبح الجامعة جزء منها كبير، المتخرجين منها لهم رؤية ليس فقط في الوظيفة، لأن احنا المصيبة الآن في الكثير من الجامعات الجزائرية أن الذي يتخرج من الجامعة الجزائرية يشوف فقط متى يوظف من طرف الحكومة الجزائرية. نحن نريد أن نفتح فضاء آخر للتعليم في الجامعة، أن تصبح رؤية أخرى. هذا الجامعي الذي يدرس لمدة 5 سنوات أو 3 سنوات أو أكثر يصبح له رؤية عند تخرجه من الجامعة أن ينشئ مؤسسة اقتصادية، أن يكون له بحث خاص في تطوير في مجال ما، وهذه الرؤية تاعنا فيما يخص الجامعة الجزائرية بإذن الله عز وجل. طيب أعود إليك سيد رضوان، كنا قد استمعنا إلى كلمة سيد بوبكر فيما يخص التعليم العالي والجامعة الجزائرية. الجامعة الجزائرية منتجة، ما الذي يديه المترشح الحر عبد المجيد تبون في هذه النقطة؟ أكيد أنه اليوم كل آراء تصب لخدمة الجامعة الجزائرية، هذا شيء مفروغ، لكن يجب أن نفكك هذه الجامعة ثم نعيد التركيب. الجامعة ما هي؟ هي أستاذ جامعي، هي طالب، هي مخبر بحث، هي هياكل، هي مدرجات، هي نقل، هي خدمة جامعية على العموم. لا يجب التركيز على الجامعة بشكل عام أو سطحي، ولا تحدث طبعا عن برامج المترشحين طبعا، ولكن في العموم يجب أن تكون رؤية دقيقة لكل فصل، لكل عنصر من هذه العناصر. سيد عبد المجيد تبون المترشح الحر يربط الجامعة بالاقتصاد في العموم، وهذا ما نسميه بالموائمة، موائمة التخصصات، لأنه اليوم موجودة تخصصات قد لا تحتاجها الجزائر، نغير التخصصات حتى المجال الجغرافي أين تتواجد هذه الجامعة. الجامعة مثلا في ورقلة ولا في بومرداس ولا في تيارت ولا في وهران ولا في قسنطينة، قد تحتاج إلى تخصصات معينة. ما هيش مفروض نفتحها، مشي نفتح فقط تخصص بتروكيمياء مثلا موجودة في بومرداس، مشي نروح نفتحها في تيبازا ونفتحها في أي مكان فقط باش نزيد العدد مقاعد البيداغوجيا، ولكن هذا الأمر مهم جدا. لكن المواءمة مع الاقتصاد أو سوق الشغل هو أمر موائمة التخصص مع سوق الشغل، يعني بطريقة أو بأخرى. زيد بعض التخصصات كما يعرفوا الزملاء، كالماستر الأكاديمي والماستر المهني، يعني هذه نقطة أيضا نسعى إلى تطويرها. يعني تطوير الجامعة يكون من كل النواحي، وشفنا هذا العام والجميع يعترف بذلك، كان دخول قول هذا العام 23-24 يعني كان دخول جامعي صفر ورقة، يعني هذا أكسب الجامعة الجزائرية والقطاع الملايير، تحت الملايير من الدينارات. الطالب الجامعي ما يحتاج اليوم 10 بطاقات في الجيب، واحدة للنقل واحدة للمطعم، اليوم بطاقة واحدة يعني، وهذه تدخل أكثر من 50 منصة تم إنجازها في فترة، منصة رقمية تحدث.
في عدة مجالات في قطاع التعليم العالي، مدارس جديدة، لا أحد ينكر إنجاز مدرسة الذكاء الاصطناعي وهي يعني مفخرة الجزائر مثل الكثير من الأمور الأخرى، مدرسة جديدة ستبدأ وهي مختصة في الأمن السيبراني تحت وصاية أخرى، ولكن هي للتكوين أيضا العالي. كل هذه الأمور لا يجب أن نفصلها أيضا عن الإنجازات السابقة. أكيد فيه نقائص في الخدمات الجامعية، أكيد فيه نقائص ربما حتى في البرامج في المناهج، هذا كل شيء قابل للتطوير. والأستاذ الجامعي في حد ذاته كان هناك رفع مثلا للأجور مثل الكثير من الموظفين، بالإضافة إلى نقطة جد مهمة سعى إليها عبد المجيد تبون وهو رئيس وسيسعى وسيواصل فيها بإذن الله، وهي مسألة الدكاترة البطالين. هي نقطة وطنية جد مهمة. في البداية تم توظيف حوالي 8000 ولا 10000 دكتور بطال خلال هذا يعني الفترة الأخيرة، يعني كاين أوقات للتوظيف خلال سنة وسنتين فقط. الآن تبقى مسألة الدكاترة عفوا الأجراء يطالبون، وعبد المجيد تبون سيستمع إلى هذه المطالب. أكيد الوضع سيتم تقييمه مع المختصين. طبعا الجامعة ما تسيرش بقرار فردي ولا مرسوم رئاسي، ولكن كي نكمل ولا في الوسط أنا في النقطة هذه. هو شوف احنا نبارك على العلم كنت نهضر معليش تفضل لا تفضل مليح ترجع التعقيب هذا. احنا نبارك توظيف الدكاتره البطالين، لكن والاهم مواصله فيه. لكن احنا ليس الاهم في قضيه المواصله او عدم المواصله، من المفروض تكون الجامعه الجزائريه، ونتاسف يعني بعيده عن التوظيف، انا لا أريد أن أقول كلمة يمكن تجرح بعض الدكاترة وللأسف، لكن يجب أن تقال. أنت ليس للتنافس من أجل التوظيف، هي الجامعة الجزائرية توظيفها يكون عن طريق الخبرة وعن طريق الكادر البشري الحقيقي. لا مادام خرجتهم الجامعة الجزائرية تبع الجامعة الدولية، لكن وهو يحمل لكن هو كان التوظيف عن طريق المنصة. هذا التوظيف باركنا في نواحي أخرى، لكن أن يكون هذا التنظيف التوظيف عن طريق المنصة للأساتذة، وهناك أساتذة، هناك من درس هؤلاء الأساتذة عن طريق التعاقد مع الجامعة. دكتور باحتراماتي إليه تخرج سنة 2017، وهناك دكتور تخرج بالدكتوراة نتاعو سنة 2007 و2008 وكان متعاقد مع الجامعة، وأنا أعلم وعندي زملاء، وأنا بالمناسبة أصلا لكنه أجير. لا نعم هو أجير، وهذه هل يبقى الدكتور وهل يبقى الدكتور من سنة 2007 ينتظر قرار السيد رئيس الجمهورية لسنة 2023 لا يتزوج ولا لا غير لكن أنا تمنيت أن حتى دعه يكمل فكرته وساعود اليك سيد ابو بكر. الفرص في مثل هذه التوظيفه تفضل. يبدو انك ما كملتش كل الفكره، لانه المنصه صح، هي بدات بالمنصه حتى تكون تكافؤ الفرص. ما نخليش خرجنا من الورقي تروح تحط ملف ومن بعد الملف تاعي مازال في الاداره الداوه راح يفوتوه ما فوتوش. المنصة على الجميع، وبعد المنصة كان هنا أنا كنت في لجنة التوظيف، كنت عضو في لجنة التوظيف كلية العلوم السياسية، هذه بغض النظر على أساس أني أستاذ في يعني بعد قبول الملفات المقبولة إداريا، لأنه لازم تكون عندك وثائق تحطها في المنصة. سيد بوهيدل بشكل مختصر فقط كاين لا لأنه فقط مش ما يربطهاش في المنصة فقط بروغرس. ثم لما نتحدث على هذا الأجراء، هي بالتدريج واحد راه أجير ويخدم عنده، ماهوش محسوب بطال، علاه نحرم البطال؟ نبدا به ومن بعد نروح للأجير ما دام هو راه حاب يروح الجامعة. مع العلم مع العلم مع العلم تحتاج الكادر البشري المتكون لا مع العلم الذي له قدرات علمية والذي يستطيع. صحيح معليش سيد ابو بكر سيد ابو بكر نعم ليس مكان فقط سيد ابو بكر فقط كاين نقطة فقط سيد ابو بكر صحيح كان لديك تعقيب دعه فقط يكمل الفكرة كي ننتقل إلى فكرة أخرى. هذيك حالة خاصة تاع غير الأجراء لامتصاص البطالة ولتوزيعهم كاين أساتذة تكتمل العملية يعني راحوا تقاعد، لكن راهم يفتحوا الأجراء
ومؤخرا فتحوا في بوع الزريعه فتحوا كاين اجراء راحوا وضعوا طيب من خلال المسابقه هذه جاتهم سهله عن طريق منصه كان العدد مرتفع على بها بانت بلي التوظيف بان سهل لكن سيد حنا اثناء اللجنه كانت المنصه زائد اللجنه لازم تختبر المترشح وكان حتى ماشي 2017 كان دكتور 2023 وتوظف هذا أمر عادي إذا كان قادر يقدم للجامعة وعنده كل الوثائق والإمكانيات ماشي كي عاد قديم وجديد تحرمه نعم. طيب سيد عزيزي فقط في ملف توظيف ملف توظيف كاين الانتاج العادي سيد سيد عزيزي نعم دعنا من التعقيب دعنا من التعقيب نتحدث عن حزب جبهة أو مرشح جبهة القوى الاشتراكية ماذا لديه فيما يخص الإصلاحات الجامعية أولا هناك اليوم ملف الخدمات الاجتماعية اليوم الجمعية ما نقدروش نقولها نفصلوا ثاني التعليم التكوين في البحث العلمي والجامعي عن خدمات الجامعية صح. هناك كي نهضروا على الجامعة الجزائرية نهضروا على التكوين ونهضروا ثاني على الخدمات الجامعية أولا فيما يخص التكوين قلتها أوبارافون قلت بلي كما لوروزمون التكوين نكونوا باش نكونوا المهم كاين مقاعد بيداغوجيه كاين 6000 الحقوق نبعثوا 6000 الحقوق نبعثوا 3000 لي لونغ نبعثوا 8000 اليوم مالوروزمون للاسف الشديد الاف الدكاتره يغادرون الجزائر للاسف الشديد الاف طلبه مشكل هجره ادمغه مش هجره ادمغه ونقول لكم علاش راجع الى التوظيف ونقول لكم علاش باسكو تو سامبلومون رانا نفورميو بلا ما نراعي سوق العمل نفورميو دي ميدسا يتخرج ميدسا ما يلقاش بوست دو ترافا بيان سور يروح يتخرج من المدارس العليا ما يلقاش بوست دو ترافا يتخرج من الجامعات والمعاهد ما يلقاش بوست دو ترافا لماذا وهذه راجع الى سياسه التكوين في الجامعه سياسه التكوين الجامعيه الجامعه مالوروزمون للاسف الشديد غير مبنيه على طلبة سوق العمل لذلك نحن عبر مترشحنا الأفافاسيس فاوشيش نرى الحاجة لابلورجونت الحاجة الاستعجالية يجب خلق أقطاب جامعية متخصصة هذه الأولى وهذه الأقطاب الجامعية المتخصصة تكون وفق بنية بار اكزومبل كاين ولاية اللي سبيسياليزي اون اكونومي بار اكزومبل اون اغرو اليمونتير كاين ولاية في سبيسياليزي اون اغرو لازم نعززوا التكوين في هذه الجامعة في الأقطاب. يعني هضرت حاجة وبارافو مليحة. قلت لف بومردس يكونوا هذوك بيتروشيم. الكل يتذكر الحكاية نتاع لي شومور نتاع الجنوب الذي يطالبون بالتوظيف منذ عن سنوات كثيرة. شفوا هذيك الإضراب وهذيك إخواننا في رجلة يطالبون بفرص تشغيل يقولوا علاش لي زونتربريز نتاع السود نتاع السوناطراك يركروتيو من الشمال وعلاش تو سامبلومون باسكو درنا معهد متخصص للتكوين في الشمال صافي دير حنا واش نقول ايه كاين مؤسسه كاين اونتربريز تخدم في الجنوب نرافقوها بتكوين لتمكين سكان تاع المنطقه في التكوين والعمل والتوظيف هذه سي بور حنا نقولوا لازم ثاني خلق اقطاب متخصصه حسب احتياجات السوق وحسب البنيه الاقتصاديه لكل منطقه الجغرافيه والجغرافيه الديموغرافيه بيان سور هذا يكون تكوين شامل وثاني على بالي الكل يبوزي دوكا سؤال حنا طرحنا المنحه الجامعيه نتاع 20,000 دينار 20,000 دينار جزائري الكل تبع واش صرا في الخدمات الجامعيه انا كي نهضر ما شخص ما نهضرش على العهده هذه ولا العهده اللي فات انا نهضر سيد عزيزي دعني فقط يعني اشير الى هذه النقطه كان في يعني اقتراح لرفع من نسبة المنحة إلى 20,000 دينار جزائري لكن الرهان اليوم هو تقديم وعود تتماشى مع أرض الواقع فهل هذا ممكن يعني فعلا؟ ممكن نقول لكم علاش ممكن نقول لكم علاش ممكن أولا ماليا نقول لكم علاش ممكن دوكا هضرتوا على الرقمنة أشحال من دراهم نريكيبيرو من الرقمنة في الخدمات الجامعية نريكيبيرو دراهم بزاف صح
ريكيبير دار سواء في المجال في الاطعام اكثر من 60% من الميزانيه نريكيبيروها بفضل الرقمنه هذا ماشي غير في الاطعام لا 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 نقول في الخدمات الجامعه الطالب دور الان لما يسجل ماشي كما خدمات الجامعه وكنا كاع طلبه تفدي الاوراق ورانا مازلنا تجور في الجامعه ورانا في الجامعه احنا واش صحه غير الان الروب على مستوى الجامعه بكل ما كانش احصاء يقدر اي اي مدير يروح حتى المركز الان اصبح صح حقيقي البريد باش يخلص هذيك الواجبات على مستوى الخدمات الجامعيه كل شيء الان مرقمن قلت القطاع هذا لا دو لي زوفر يونيفرسيتي الخدمات اشحال من تحقيقات اشحال من دخلوا الحبس اشحال الله راحوا واشحال لي زافير تاع ديتون في برنامجنا مكافحه الفساد والمواصله في ذلك او احنا واش نطالب استرجاع الاموال منهم احنا واش نطالب لازم يكون قطاع الخدمات الجامعيه يكون ذا طابع تجاري صناعي كيفاش قريب ذا طابع تجاري كما يصرو في البلدان واحدة اخرى كاين هالطالب لا هذاك الطالب سمح لي متفاوت اجتماعيا يقدر عليها نعطي له زوج ملايين في الشهر نعطي له زوج ملايين في الشهر معليش سمح لي ملي سمعت هذه تاع زوج ملايين للطالب والمراه الماكله في البيت ومن شحال يدير شحال يدير 50% زياده في الميزانيه شحال يدير اليوم شحال يدير اليوم الطالب الجزائري يدي من خدمات الجامعه 30 مليون في العام درناها حسابيا يدي 30 مليون نصيبه من الخدمات الجامعيه الان يعني في الجامعه نفدوها له دراهم نفدوا دراهم الفا بيان يكون عنده استقلاليه كي واش يحب خدمات تكون مؤسسه دستور حاول تقسم زوج ملايين على نقل وايواء هو من كل قال ايواء يخلص الدوله راهي تدعم مواصله في الدعم رانا مع السياسه الاجتماعيه الدعم الدوله يعني شويه خصخصة الخدمات الجامعيه ليس خصخصة لا 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 سيد عزيزي تابع للدولة سيد عزيزي فقط كي نفهم هذه النقطة يعني 20,000 دينار جزائري شاملة لكل هذه الخدمات أم يعني مع دعم الذي تقدمه الدولة ميلي بري ميلي بري اللي تعطيها الدولة وليو يخلص البلا دو دينار ان دينار شحال دوكا يخلص البلا ان دينار فا ان دينار إيه يخلص 150 دينار باغ اكزومبل البلا يبدا باسكو ابري تكون 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 منهجيه تكون ايتود تكون دراسه يكون ذا طابع تجاري ما ياكلش بطه مي ما يخلصش ثاني صح البلا ب 150 دينار لا قرناه لا البلا ب 150 دينار بس راهو بدا يدعم الدوله ما كانش بلا ب 150 دينار يعني يكون الدعم الدوله ومعه كذلك 20,000 دينار منحه شوف الاستثمار تقريبا كيف مؤسسه دراهم تسترجع شوف الان الخدمات الجامعيه الخدمات الجامعيه الان مكان للنهب نكونوا صراحه هنا كنا طلبه جامعيين وشفنا بدون كما قال ذكر السنوات وذكر الاشخاص لا هي مليح نذكر الاشخاص والسنوات ونسمي الاشياء بمسمياتها بارك الله فيك الحمد لله على نفس اتفقنا قبل ما كناش متفقين في اسماء تسميه الاسماء بمسمياتها فالخدمات الجامعيه تصبح شبه كما لي زي بيك اللي تكلم عليهم الاستاذ وتقريبا الفكره قريبه من نوعها وحنا بادخال الخصصه للخدمات الجامعيه ضروري الخصصه هي للخدمات الجامعيه تصبح الاموال التي كانت تعطى الى الاداره العموميه وهي تتصرف بها بكثير الان من الفساد بلا يعني كثير كبير ونشوفوا الان سما طالب مثلا كما ينجح في سعيده يسكن في خيمه يجي يخلص اموال باش يدخل الاقامه وباش ياكل مش يدخل الاقامه لان كانت بعد الخصص هكذا بطريقه الخصص لا لا خلي نكمل لك الخدمات المقدمه شوف لو قلت لك خصص هو خصص شوف الهيكل موجود يعني هذه الاقامه هذه الاقامه يا استاذ هذه الاقامه يعني بريفي اقامه جامعيه بريفي يصبح التسيير بريفي هذه الاقامات الجامعيه هي للدوله صح ولا لا الان هي تابعه للدوله صحيح. هذه ستبقى تابعه للدوله ستبقى تابعه للدوله وتعطى لي زيبيك اللي تابعين للدوله تسير كما راه درك النات كون في بعض البلديات وكذا تعطى وتلك الاموال اللي كانت تعطى لهؤلاء اللي هما التصرفات تعطى للطالب زياده الملحه بجوج ملايين ثلاث ملايين التقديرات لان لا نستطيع الان ان نحدد حتى ان يعني يكون هنا خمم في الاستاذ الجامعي بالك راك تعرف الاستاذ الجامعي اول يوم توظيف شحال يدي راك راح تعطي له منحه تقارب نصف
راتب الأستاذ الجامعي. وهل هذا من المنطقي؟ لا 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 يعني طالب لا 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 انا ماذا بيا انا ماذا تدعموا وتزيد له زوج من اذا كان في الموارد نفسه. احنا الموضوع مش موضوعنا لانه السيد او شي اشترى فكره انه 50% القطاع التربيه 50% القطاع التعليم العالي و 50% الميزانيه. وتحدث على قطاعات اخرى قال لك ما لازمش في الحكومه. الاستاذ اشحال يصرفوا في قطاع الخدمات الجامعيه؟ قسموهم على عدد الطلبين كل طالب بيدي 30 مليون شهر بالدعم. اياك اللي 30 مليون شهر نقول كنت مؤسسه ذات طابع عمومي تجاري اقتصادي. انا نقول هكذا يعني تطلع على مدخول يعني تصرف على نفسها تصرف على نفسها التلفزيون العمومي يتمد جزء من المبلغ تتمد مبلغ من الخدمات الجامعيه يقدر احنا لم نقدره الى حد الان. طيب سيدي قلت خوصصه شيء اخر. لا 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 قريبا من الخوصصه يصبح الطالب في نفس الهيكل تاع الدوله ونفس الحافله تاع الدوله لكن المبالغ اللي كانت تعطى تعطى للمتعامل الاقتصادي مثلا كما المتعامل تعطى للطالب. وهل سيكفيه ذلك؟ يكفيه ذلك يكفيه ذلك يمكن شيء جميل. طيب قسم لي كان طرح فكره دافع عليها كاين نبقى نفهم مليح النقاش كاين نبقى دائما في هذه النقطه. ربما كنا قد اخذنا وقت طويل للحديث عن الخدمات الجمعيه لم يكفي الوقت فعلا للحديث عن الجانب الصحي والامن الصحي. ابدا مع سيد ابو بكر. طيب قل لي سيد ابو بكر عن برنامج فرصه للحديث عن الجانب الصحي وما يتعلق بالامن الصحي من جانب الخدمات الصحيه والمستشفيات. ما هي الاضافه التي سيضفيها في هذه النقطة برنامج فرصة؟ أنا بكل اختصار ما دام الوقت غير كافي حتى نحط النقاط مباشرة. أولا احنا رحنا للسلبيات الموجودة في الواقع بنينا على 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 الإيجابيات تمناها ونريد كذلك التحسين. أولا رغم الجهود المبذولة للدولة فيما يخص قطاع الصحة لكن هذا القطاع باقي مريضا للاسف وهي لعده اسباب انا نشرحها بكل يعني باختصار. اسباب اي الاسباب اولا غياب الرؤيه الاستراتيجيه هذا لتطوير القطاع. ما كاش رؤيه استراتيجيه للاسف ما كاش. الشيء الثاني هو عدم وجود خارطه صحيه تراعي شساعه المسافات بين الولايات الوطن. كاش خارطه سياسيه وكي نتكلم هذا نتكلم خارطه سياسيه. هل يعقل ان الان في كل الجنوب الجزائري وفي المناطق الداخليه نضيفوا لها المناطق الداخليه ما يقدر 80% من مساحه الجزائر وحوالي 40 ولايه من ولايه 58 الجزائريه لا يوجد فيها مستشفى جامعي يليق بهذه السكه. سيد ابو بكر الشيء الذي اريده اسمح لي فقط ان اقاطعك. انا نريد يعني بيت القصيد مباشره الحلول التي تاتيها. يعني كل حاجه نعطيها الحل تاعها لازم نعطي وراها الاشكاليه والحل. ما يجيش نعطي حل بدون اشكاليه. دوما كاين اشكاليه وكاين حل. صحيح. وحنا راح نعطي قلنا عدم الاولى عدم غياب الرؤيه الاستراتيجيه. حنا عندنا رؤيه استراتيجيه نتكلم عليه. عدم وجود خارطه صحيه. ما كاش خارطه صحيه. كل شيء موجود في العاصمه كل شيء في العاصمه ومجاورها وهذا ليس عيب لكن للاسف كما قلت لك من 80% من مساحه الجزائر ما يقدر 40 ولايه لا يوجد فيها مستشفى جامعي بعد 62 سنه من الاستغلال. لو كانت الدولة عندها رؤية، لو كانت الدولة عندها استراتيجية، لو كان عندها خارطة صحيحة. خارطة صحيحة. إنه كل شيء ربطته بالعاصمة. الشيء الثاني. لا لا موجود موجود كل شيء. نعطيك مثال. طوابير أكبر مركز لزراعة الكلى على المستوى المغاربي موجود في ولاية بتنة وليس في العاصمة. ولا في وهران ولا في قصر. لا هذا مثال فقط. مثال واحد. أعطيني مثال. وقد أرسلوا بالمناسبة يعني أطباء للتكوين. لا بالمناسبة. فيها مستشفى جامعي قسنطينه فيها مستشفى جامعي. صح. هذه كل ما نقول للاسف لا مستشفى جامعي. هل يعقل ان انا قلت لك 40 ولايه نحسبها لك من الجلفه ونزل المديال تحت لا يوجد فيها مستشفى. لا ليس خصوصية لو كانت الدوله الجزائريه كاين ولايه اللي فيها 100,000 ساكن تختلف عن ولايه فيها 40 مليون يعني لكن كل ولايه سيكون لها مستشفى. يا استاذ نتكلم على 40 ولايه لا نتكلم على 4 ولايات او 5 ولايات. هل 40 ولايه هل 40 ولايه لو اجتمع هل انت تشوف مقدره 40 ولايه سكان
لا يستحق عددهم أن يكون في مستشفى جامعي. شحال لازم من سنة باش نبني 40 ولاية مستشفيات؟ مش خمس سنوات. لا نقول أنا كل ونحي سنتين ما بين كورونا وأمور أخرى. احنا لا نقول السنتين، نحن نتكلم. وقلت أنت في هل بنيت مستشفيات؟ شوف بنيت مستشفيات لا تغني ولا تسمن من جوع. الطفل يدخل للمستشفى اول شيء يديره الطبيب، وانا طبيب، اول شيء نقول اورينتاسيون لمصطفى باشا ولا مايو. هذه المستشفيات اللي لا تسمن ولا تغني من جوع لا نحتاجها في احنا برنامج الان. نكمل لك، لا يوجد مستشفى، للاسف لا يوجد مستشفى كما قلت يمس هذا المنطقه. المترشح نتاعنا احنا درنا برنامج، اول حاجه مراجعه الخارطه الصحيه الوطنية. مرحله اكمل فقط نقاط مراعاه كافه جميع الوطن. اول حاجه انشاء اقطاب، كما راه يكون الاقطاب اللي تكلم عليها التعليمي، انشاء اقطاب صحيه ومستشفيات جامعيه كبرى تمس كل الوطن، وتكون جهويه ولا تكون مجموعه في مناطق الداخل، الجنوب، الوسط، الغرب، الشرق. هذه المستشفيات ذات امكانيات عاليه جدا، وتتوفر لها كل ندخلها ما استطعنا من ذلك في الجانب الصحي من الامكانيات البشريه والماديه والوسائل الحديثه. احنا انا والله صراحه يحكوا لي المستشفى الخاص نتاع تزيوز اللي ندار، رانا فرحين به، لانني انا باش نروح للخارج، خارج الجزائر عندي في تزيوز. احنا نتمنى مثل هذه المستشفيات حتى في الخواص، وانا اريدها ان تمول، لاننا في الجنوب وفي الوسط نتاعنا وفي المناطق الداخليه يمكن ما كانش امكانيات وما كانش يقدر يروح المستشفى خاص. لا ما تكلمش انا الخاص، انا تكلمت انشاء معناها من صحيح. انا فقط اعطيت كما ثمنت فقط. سيد أبو بكر، مراجعة منظومة الأجور والخدمات الصحية في القطاع العام. سيد أبو بكر، هل يعقل أن الدولة الجزائرية هل يعقل أن الدولة في برنامج؟ لا فقط نشرك معنا، نعطيه الفرصة تاعو قبل أن نختم. نقطة دائما صحيح. هل يعقل أن الدولة الجزائرية غائبة تماما؟ احنا في رؤيتنا القطاع الصحي الخاص والعام هما شقيقين، الآخر يكمل الآخر. لكن للأسف في الآن الحكومات المتعاقبة القطاع الخاص غائبة عنه الدولة تماما، والدليل على ذلك الحماية الصحية والحماية الاجتماعية. أن الدلالة على ذلك أن بعض العيادات وبعض المصحات أسعار خيالية تختلف. سيد بوبكر، ننتقل الآن إلى سيد بوبكر تكريس. تفضل، دعنا نشرك فقط معنا في نقاش. سيد عزيبي والله لا أريد أن أوقع في عجالة، وأهم النقاط التي اقترحها من فضلك. لا تقول لي عجالة، سأخذ حقي كما أخذ الممثلين المترشحين الآخرين، سأخذ حقي كاملا. أولا، أشحال جميع المستشفيات الجزائرية الموجودة كلها أو أغلبها عندهم جهاز سكانر؟ هل جهاز سكانر هذا كل واحد يقدر يروح يدير الفحص في جهاز سكانر؟ انا نقول لا. تقول لي وعلاش نقول لك؟ ليست مساله هو الجهاز موجود، الدوله صرفت اموال يشتغل، ولكن هو مشكل نتاع طبيب راديولوج. هذا يرجع بنا الى سياسه التكوين، هذه اولا، ويرجع لنا هي نقطه ونرى انها محوريه نحن في برنامج رؤيه، هي فصل قطاع الصحة عن القطاع العمومي. وعلاش؟ دوكا الأستاذ هضر خصصة قطاع الصحة. لا عن الوظيف العمومي. الوظيف العمومي ليس خصصة، وليس عن العموم. لا الوظيف العمومي. هل يعقل كما قلت أستاذ جامعي يبدأ السنة الأولى يخلص 4 ملايين هكذا ولا 5 ملايين؟ 4 ملايين وستة. نفس الشيء بالنسبة للطبيب، ميدسان جينيراليست، روح يخدم قرا 7 سنين، روح يخدم لوبيتال باش يعطي له 5 ملايين، يبدا ب 5 ملايين ويكون ميدسان سبيسياليست باش يعطيو له 7 ملايين. بيان سور يروح يفتح كابيني برا، بيان سور يروح يحل. هذه سي بور سا قلنا لازم مراجعه اجور باغ اكزومبل الاطباء اذا حبينا المستشفيات ولا القطاع الصحي العمومي والمنح الى اخر. هذه نقطه. ايضا مرينا على مدار الاعوام بازمه ادويه في مستشفيات، مثلا ادويه نتاع امراض السرطان. هذه سي تون بروبليماتيك، امراض السرطان خاصه في برنامج المجد التبون باش نتفقوا. انا نقول لامراض السرطان نقطه خاصه، لازم كامل، لازم اداره فعاله، لازم اداره صح. فعاله، وتكون لدينا بطاقه وطنيه، تكون بطاقه وطنيه للادويه.
والدعم ايضا والدعم الحمايه الصحيه الاجتماعيه والدعم لانه يعني ماشي اي مواطن قادر يشري كل الادويه. فيما يخص القطاع باسكو ايضا القطاع الخاص حنا نو سون با كونتر القطاع الخاص، ولكن يجب تسقيف المصاريف التكاليف. كاين دي ميديسان يخدموا كونسلطاسيون ب 200,000، كاين واحد 150,000، كاين واحد ب 300,000. غياب تام للرقابه من طرف الدوله على ما يحصل في القطاع الخاص بالنسبه للدور طبيب او التكاليف الصحيه. والان صح نثمن نحن مع ان تكون القطاع الصحي تدعيم القطاع الصحي العمومي، لازم لاكسي المواطن لازم لاكسي او سوان بور تو لي زالجيريان، ولكن تشجيع القطاع الخاص مهم جدا، ولكن مع المراقبه احنا مخرج على حالات شاذه ولا فرديه شخصيه واش انه ممرض ولا طبيب ولا استعجال. الان المستشفى العمومي، الان اغلب المستشفيات العموميه لن تقدر على تلبيه متطلبات التكافل الصحي. وعلاه؟ نقول لك نقص التاطير. كاين دي سيرفيس، كاين مصالح دي سيرفيس اون ليفو دو زوبيتو يمشيو بانسولان فيرمي. انسولان فيرمي وعلاش؟ باسكو لو ريكروتمون باسكو التوظيف خاضع الى خريطه الى تكوين مسبق حسب عدد مقاعد. الخدمه ما يسمى بالخدمه المدنيه. دعوه فقط يكمل ونعود لاستكمال ما تبقى من البرنامج معك سيدي. نفضل نتناقش ايضا تحسين تدريب المصمع. الان ظهرت اليات دي ميكانيزم دو بريزون شارج للتطور. لازم هذا، لازم العمال القطاع الصحي سواء دي زانفيرمي دي ميتا يخضعوا لتدريب مستمر وتمكينهم من الوصول الى التكنولوجيا الحديثه. لذلك نرى ان الارجونس الاستعجال الان هو اصلاح المنظومه. وعلى شحال حنا نهضروا على اصلاح المنظومه الصحيه؟ صافي ديزاني انا عوام خدمت في لوبيتال اصلاح المنظومه الصحيه. في 2009 مازال نهضروا على اصلاح المنظومه الصحيه، مازال اصلاح المنظومه الصحيه. وقتاش نصلحوها؟ وقتاش نوصلوا نعطي لي طبيب في البلدان المتقدمه؟ كاين طبيب والاستاذ لا عندهم لي سالير لي بلو ايلفي. دوكا حنا طبيب يتخرج سبع سنين تحدثنا عن رفع من الاجور، يروح على اجون سيكوريتي في مؤسسه خاصه من سون با كونتر دي اجون سيكوريتي للسالير تاعو. احيل الكلمه الان الى السيد داوود. استسمحك سيد عزيبي كي لا نقع في التكرار، تحدثنا عن رفع من الاجور فيما يخص الطلبه سواء في القطاع العمومي. انا اتمنى انه الوقت يسمح لي ان استمع الى كل البرامج تاعكم كل النقاط، فقط كنت اشير الى انه تحدث بعجاله كي لا نقع في او لا ننصف سيد بوهيت الفيرق. لا هي الانجازات تتحدث على نفسها هذه اولا. ثانيا التركيز في البرنامج 2024 على نقاط، لانه كاين مواصله في بناء البنى التحتيه مستشفيات الى اخره، كاين محاولات حثيثه في التكوين والرسكلة ايضا، ليس فقط التكوين يعني الرسكلة، لانه كاين طبيب ربما كاين تقنيات والات واجهزه حديثه، كاين شيء اخر يمس المواطن بطريقه مباشره وهو ما يهم السيد عبد المجيد تبون في برنامجه، وهو الحمايه الصحيه والحمايه الاجتماعيه، وهي امران مرتبطان، والتركيز في نقطة جد مهمة وهي مرضى السرطان شفاهم الله. وحتى بقية وقتي والله نتنازل ليه الزميل ربما نستفيد من ربما ما يريد قوله. أنا أعتقد أنه في المجال الصحي هناك إنجازات والزميل ربما زعف. لا أعتقد أننا أخذنا من الوقت وأنا من جهتي وبكل روح رياضية نتنازلك على الوقت، لأنه هنا رانا هنا للنقاش الإبراز. أنا كي نقول على النقائص قلتها في حصة في واحدة أخرى على موضوع آخر. شو عندما تبون كرئيس للجمهورية اعترف بالنقائص في مجالات فترة أو أخرى وهو يحاربها وسيحاربها، هذا شيء مفروض منه. ولكن نبني المستقبل
بدراسة النقائص. لازم حلول. لازم حلول. هنا تفهم حلول. أين الحلول؟ الواقعية والعقلانية والمنطقية. قوليش 50% وأنت ما على بالكش الصندوق شحال فيه أو كما نسميه الخزينة العمومية. كي نمد أنا 50% القطاع الصحة مليح. أنا مدى بيا نمد 100% و 50% التربية و 50 هنا لازم نلغيس 5-6 وزارات نلغيهم. هو استاذ هو حسب ما هو موجود. هو التغطية الصحية أنا اللي حبيت أتكلم عليها للأسف. لأنه اللعب على مشاعر الطالب أيضا بخطاب عاطفي. لا مش خطاب عاطفي. اسمح لي اسمح لي. أنا نعطيك رقم استاذ نعطيك رقم. لا لقد سبقتونا في المشاعر اللعب على المشاعر. سبقتونا وأنتم وأنتم دولة وأضرب بها الخطاب. وصلنا إلى خطاب. نحن نتعلمكم من عندنا. خلاص ما نتعلموش. طيب نطرح. طيب سيد عزيز رجاء سيد عزيز برجاء حتى يعلم الجميع وصلنا الى ختام هذا البرنامج دقيقة وصلنا الى 30 ثانية التغطية الصحية. هل تعلم سيدي ان في الجزائر كل الجزائر وإحنا عندما نتكلم الجزائريون مواطن كلنا مواطن الحمد لله احنا كلنا مواطن هل تعلم؟ لا 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 نحكم العدد بالارقام وليس فقط بالعواطف. الجزائر لحد الان لم تصل الى حد الان الى فقط الى 8070 وحدة صحية بين عيادة متعددة الخدمات وقاعة علاج، في حين أن موجود 1500 أكثر من 1500 بلدي، دلالة على أن التغطية الصحية خاصة في المناطق الداخلية. ونكرر لأن لا نتكلم على المناطق التي والحمد لله يعني حبها الله بكثير من المنشآت. لا نقطة مهمة جدا. نتكلم عن المناطق الداخلية والمناطق الجنوب وأقصى الجنوب. أنا نتكلم على منطقة في اسمها سكرة في بلدية في أكثر من 45,000 ما فيهاش عيادة متعددة الخدمة. 45,000 ناسمة ما فيهاش عيادة متعددة الخدمات فيها قاعة علاج للأسف. وحنا كي نحسبوا الجزائر الآن عندها 1000 في كل طبيب 1300 على بالك على بالك على بالك المعدل على المستوى العالم وراهم رايحين حتى 500 كل 500 هذا في الدول النامية 500 عندهم طبيب. احنا ما زال في 1300 يعني ما زال ما لحقناش حتى الدول. اتضحت الفكرة سيد أبو بكر اعتذر منك. ما زالت الجزائر بعيدة. برنامج أنا نقول برنامج فرصة في إعادة لكل هذه النقاط بإذن الله عز وجل والوصول إلى صحة شرعية. الديمغرافية في دولة معينة تختلف عن الجزائر. الخصوصية الجغرافية الكثافة. معليش سيد أبو هيدر اتضحت الفكرة اعتذر منكم. يا سيدي الجزائر فيها كل المقدرات والثروات والطاقات البشرية أن تكون دولة عظمى. الولايات المتحدة الأمريكية وشحال فيها العدد شكرا جزيلا لك سيد ساكن وفيها كل مقدرات في كل مكان في أي دولة في الدول الكبرى. بالتالي لا نقلل أن الجزائر فيها 50 مليون لا نستطيع أن نوفر هذا كلام لا يليق. أنا أقول صراحة طيب وصلت الفكرة سيد بوبكر اسمحوا لي أن أختم البرنامج. أعتذر منكم سيد بوهيدل يعني يا ريت لو كان البرنامج أكثر والوقت أكثر لكي نناقش كل هذه النقاط ولكن مع الأسف الوقت داهمنا. شكرا جزيلا لكم على حضوركم معنا اليوم وعلى إثراء النقاش معنا وعلى كل هذه التفاصيل. إذن مشاهدينا وصلنا إلى ختام برنامج مع الحدث لنهار اليوم. نتمنى لكم أمسية طيبة ومتابعة طيبة لباقي برامج قناة الحياة. إلى اللقاء.